فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن أجل نعم الله تبارك وتعالى على عباده هدايته لهم إلى دينه الحنيف الذي ارتضاه تبارك وتعالى لعباده دينا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام أعظم منا وأكبر عطية أنعم بها تبارك وتعالى على عباده. ومن من الله عليه بالإسلام فليعرف نعمة الله العظيمة عليه بهذا الدين، وليعرف فضل هذا الدين ومكانته، فضل الإسلام وحقيقة الإسلام، وما هي الأمور التي تنافي الإسلام أو تنافي كماله الواجب. يتعلم ذلك ليزداد استمساكا ومحافظة على هذا الدين وعناية به،